هنبدأ دلوقتي في حاجة اسمها chemical equation. يعني ايه؟ يعني ايه كلمة معادلة كيميائية chemical equation؟ هي simplest description، يعني وصف بسيط of a change occurs in a chemical reaction. يعني هو وصف بسيط للchemical reaction، التفاعل الكيميائي. وأي chemical equation بتبدأ بحاجة كده اسمها reactants، تمام؟ وفي ارو كده سهم يطلع حاجه اسمها برودكتس، وعلى السهم بيحطوا حاجه اسمها كونديشنز. الكونديشن ممكن تبقى في هيت، في كاتاليست، في بريشر، اند سو. طيب في حاجه تانية، طبعا الرياكتنت ممكن يكون اكتر من رياكتنس، يعني ممكن ناخد نفصل بين الديفرنت رياكتنس بعلامه ايه بلس. يعني ممكن reactant react with another reactant to form products. ممكن السهم ده بيعبر عن ايه؟ ان this reaction is irreversible reaction. يعني ايه irreversible reaction؟ يعني reaction go in one direction. لو عملت كده سهمين زي كده، يعني الرياكشن ده هيكون reversible reaction. ايه الفرق بين كلمة irreversible و reversible؟ لو كان سهم واحد كده ده irreversible، يعني ايه irreversible؟ يعني reaction go in one direction. يعني ايه برضو؟ يعني the products are found in the medium of the reaction، يعني ما فيش reactant، كل reactant it change into products. لكن لما اعمل سهمين كده يعني التفاعل ده reversible. يعني ايه reversible؟ يعني الرياكتنت والبرودكت ار فاوند ان ذا ميديوم اوف ذا رياكشن. يعني الرياكتنت موجوده والبرودكت موجوده ان ذا ميديوم اوف ذا رياكشن. ساعات بيحطوا تحت الرياكتنت كلمه اس. اس معناها ايه؟ ان الرياكتنت او البرودكت ان سوليد ستيت، او ال يعني الرياكتنت اور برودكت ان ليكويد ستيت، or G is G reactant or product gaseous state، او V يعني زي الووتر vapor in the vapor state. في حاجة اسمها EQ. كلمة EQ اختصار لكلمة aqueous. يعني ايه كلمة aqueous؟ يعني المادة دي او substance دي dissolved in water، فبيكون في صورة aqueous. طيب ازاي نكتب chemical equation؟ ازاي نكتب chemical equation؟ يعني مثلا انا هكتب معاك chemical equation وكيف نكتب الكلام ده. يعني مثلا لو انا عندي مثلا الامونيوم خلي بالك انا الامونيوم سلفيت react with sodium hydroxide، تمام، هيديك ايه هنا؟ فورم ايه؟ هيديك هنا الامونيوم هيدروكسيد بلس صوديوم سلفيت. طيب عايزين نحول الايكويشن دي لمين؟ لسيمبلز. فانا مثلا نكتب الامونيوم سلفيت يبقى رمزها AL، تمام. سلفيت رمز السلفيت SO4، تمام. الفالنس في الامونيوم تريفيلنت، فبنحط هنا كام؟ 3 تحت السلفيت. والفالنس اوف سلفيت ايكوال دايفيلنت، فبنحط هنا 2. يبقى السيمبل اوف الامونيوم سلفيت Al2SO43. دي بتبقى في صوره اقوس. واعرف ازاي اقوس ولا سوليد ولا جاز؟ انا واحنا شغالين هنفهم اكتر، بس ايه امشي سنه سنه. طيب صوديوم هيدروكسيد، صوديوم ان ايه؟ تمام. هيدروكسيد اللي هو او اتش. صوديوم مونوفالنت والهيدروكسيد مونوفالنت، فخلاص كده السيمبل اوف صوديوم هيدروكسيد ان اتش دي اكواس، يعني ديزولفد ان ووتر. هنا الارو بتاعي السهم بتاعي الامونيوم هيدروكسيد، الامونيوم ال هيدروكسيد اللي هي او اتش. الفالنس اوف الامونيوم تريفيلنت والهيدروكسيد مونوفالنت، فده الالومنيوم هيدروكسيد. ده بيكون في صوره بريسبيتات. الامونيوم هيدروكسيد از بريسبيتات. يبقى الفيزيكال ستيت اوف الامونيوم هيدروكسيد بيكون ان ذا فورم سوليد ستيت،
فلذلك بنحط تحتيها S عشان solid state لان ده precipitate plus صوديوم سلفيت. صوديوم سلفيت طبعا الصوديوم خد السلفيت والالومنيوم هنا خد الهيدروكسيد دبل سبستيتيوشن. هنا صوديوم سلفيت صوديوم يبقى ان ايه سلفيت SO4 الفالنس بتاع الصوديوم مونوفالنت طب والسلفيت دايفالنت فبن هنا 2 ودي بتكون اقوس. عايز اقول لك حاجه مهمه جدا دايما اي حاجه فيها صوديوم اي حاجه فيها صوديوم بتبقى في صوره اقوس ديزولفد ان ووتر. هم ثلاثه بيكونوا اساسيين صوديوم وبوتاسيوم وامونيوم. اي حاجه صوديوم يبقى ده في صوره اقوس فخلي بالك منها. ما احنا هنفهم الاقوس والاقوس والسوليد كل ما بنمشي شويه هنفهم اكتر. طيب انا كتبت الايكويشن فاضل نعمل ايه بالانسنج. بالانس ليه بالانس؟ حسب اللو اوف كونزرفيشن اوف ماس. يعني ايه؟ يعني لازم الاتومز اللي داخله ايكوال الاتومز اللي طالعه. ازاي؟ تعال نشوف حته حته. هنا Al2 كام هنا الومنيوم؟ 2. طب هنا كام الومنيوم؟ 1. طب انا عايز اخليها 2 فيعمل هنا مالتبلاي الكومباوند ده تايمز 2 يبقى هنا 2Al وهنا هما 2Al. طيب هنا كام OH؟ هنا ال OH 3 تايم 2 يبقى كام OH هنا؟ 6. طب هنا كام OH؟ 1 يبقى احط هنا كام؟ 6. ادي 6 OH وهنا 2 تايمز 3 ب 6 غيره. هنا كام صوديوم؟ 6Na. طب هنا كام صوديوم؟ 2Na. طب انا عايز اخليها 6 يبقى ده تايم كام هنا؟ 3. 3 تايمز 2 ب 6 وهنا دي 6Na. طب نشوف السلفيت. شاف السلفيت دي كلها 3 سلفيت. طب وهنا كام سلفيت؟ 3 يبقى كده حصل لها بالانس. طيب حاجه ثانيه لو انا عندي صوديوم مثلا عندي صوديوم ناخد ده بلس مينا بلس ووتر هيديك ايه؟ هيديك مثلا صوديوم ها صوديوم هيدروكسيد صوديوم ها هيدروكسيد بلس هيدروجين بلس هيدروجين. تعال نكتب الايكويشن دي نشوف الايكويشن دي. صوديوم السمبل اوف صوديوم ان كابيتال سمول ووتر طبعا الصوديوم ده في صوره سوليد عشان ده ميتال ودايما اي ميتال بيبقى سوليد اي ميتال سوليد. طيب اللي هنا الووتر عباره عن مينا H2O H2O. طبعا الووتر ده بيكون ليكويد فبنحط عليها L ليكويد ستيت. تمام صوديوم هيدروكسيد صوديوم Na هيدروكسيد OH الفالنس اوف صوديوم مونوفالنت والهيدروكسيد مونوفالنت خلاص كده كويس دي في صوره ايه دي اكوا سوليوشن بلس هيدروجين جاز السيمبل اوف هيدروجين عباره عن ايه؟ H2 ده فاكر قلت لك في سبعه مونوكيول 7 مونوكيولز بتكون ان داي اتوميك اتومز يعني اللي هم الهيدروجين H2 والاكسجين O2 وتاني والنيتروجين N2 والفلورين والكلورين والبرومين والايدين من هيدروجين H2 تعال نعملها بالانسنج بهدوء لما تيجي تعمل لها بالانسنج بهدوء شديد. طيب عايزك تخلي بالك عايزك تخلي بالك طب ايه هتعملها ازاي بالانسنج؟ قال لي بص هنا معايا هنا ده صوديوم ها وده صوديوم في حد معترض؟ مفيش اعتراض تمام الصوديوم اللي دخل كده طلع نمسك الاكسجين هنا اكسجين وادي اكسجين الاكسجين اللي دخل كده اللي طلع تمام نمسك الهيدروجين هنا كم هيدروجين؟ 2 وهنا كم هيدروجين؟ ادي واحده وادي 2 يبقى 3 طب هما دخلوا 2 طلعوا 3 انا عايز اخلي اللي طالع كام؟ ها؟ خلي طالع كام؟ 2 لكن هما 3 طبعا عشان تخلي اللي طالع 2 ما تلعبش في الاتش دي ليه ما تلعبش في الاتش دي؟ لان لو لعبت في الاتش دي الصوديوم هيتغير والاو هيتغير عن هنا لكن تلعب في الاتش دي اتش وحده اتش 2 وحديها فايه رايك لو ضربت انت الاتش 2 في هاف يعني هاف في 2 يطلع بكام؟ ب 1 وهنا 1 يبقى ادي 2 كده حصل لها بالانسنج كده صح مش هقول لك غلط لكن في ناس ما بتحبش ان يكون في هاف اتش 2 يعني يكون البالانسنج في فراكشن طب ايه الحل؟ نعمل مالتبلاينج ذيس ايكويشن تايمز 2 يعني نعمل تايمز الايكويشن دي في 2 فلو ضربت يعني كده صح مش هقول لك غلط
لكن ممكن تضرب في تو، اضرب في تو، ها يبقى تو ها ان اي سوليد، وهنا تو اتش 2 او هنا ليكويد، هنا هيطلع منها تو ان اي او اتش اكواس، وهنا 2 تايم هاف هيبقى كام؟ ها اتش 2 واي دي جي. وصلت دي كيف تعمل كيميكال ها ايكويشن، كيميكال مينا ايكويشن. ماشي، عايز اقول لك حاجه ثانيه، عايز اقول لك حاجه ثانيه، اي مركب اورجانيك، اي مركب اورجانيك لما تعمل له عمليه كومباشن وذ اوكسجين بيطلع حاجتين، بيطلع كربون دايوكسيد ها ووتر فيبر. يعني ايه الحاجه دي؟ مهمه جدا. اي مركب اورجانيك، اي مركب اورجانيك اللي انت اخدته في الجزء الثاني في الشابتر دوت، كيف نسمي الاورجانيك كومباوند، اي كومباوند في الاورجانيك لما تعمل له كومباشن وذ اوكسجين فورم كربون دايوكسيد اند ووتر فيبر. فور اكزامبل، ايه رايك لو انت عملت كومباشن للجلوكوز، الجلوكوز السيمبل اوف جلوكوز C6H12O6، لما تعمل له كومباشن بالاوكسجين هيديك ايه؟ هيديني كربون دايوكسيد بلس مينا بلس ووتر، كربون دايوكسيد بلس ووتر. تمام، اي كومباوند اورجانيك طب كده بالانسد؟ لا مش طبعا، الجلوكوز ده هيكون سوليد، طبعا الاوكسجين ده جاز، الكربون دايوكسيد ده جاز، الووتر ده هيكون في صوت فيبر. ليه فيبر؟ لانك انت بتعمل كومباشن. يعني ايه بتعمل كومباشن؟ يعني بتعمل هيتنج. ولما تعمل هيت، طب متى احط الووتر ليكويد ومتى احطها فيبر؟ لو لقيت انت بتعمل هيتنج في الايكويشن يبقى لو الووتر طلعت تطلع في صوت فيبر، لكن لو مفيش هيتنج في الايكويشن يبقى الووتر تطلع في صوره مينا ليكويد. تمام، كمل. تعال نعمل بالانسنج، هنا 6 كربون هنا 1 كربون، يبقى نعمل ايه هنا؟ نحط هنا 6 سي او 2. تمام، طيب كده الكربون اتظبط. نيجي الهيدروجين، هيدروجين كام؟ 12. طب هنا الهيدروجين 2 انا عايز اخليها 12، يبقى اضرب هنا في كام تايم كام؟ 6، 6 تايمز 2 ب 12، يبقى كده الهيدروجين اتظبط. نيجي الاكسجين، هنا 6 في 2 ب 12، وهنا 6 يبقى 18. كويس 18. طب انا عايز اخلي الاكسجين 18، هنا 6. 6 من 18 يبقى قاعدين 12، يبقى ايه الحل؟ هنضرب دي في 6. 6 تايم 2 ب 12. 12 و6 ادي 18، يبقى كده حصل لها بالانسنج. انذر اكزامبل. عندي مادة تانية اورجانيك زي حاجة اسمها اسيتالدهايد. أي اورجانيك؟ اسيتالدهايد. فور اكزامبل. اسيتالدهايد السيمبل بتاعه CH3CHO، ده السيمبل اوف اسيتالدهايد. لما اعمل له اوكسيديشن بالاكسجين O2 تمام بالهيت هيديك ايه؟ هيديني كربون دايوكسيد اند مينا اند ووتر. الاسيتالدهايد ده بيكون ليكويد، ده بيكون ليكويد، وهتعرف فيما بعد. اعرف ازاي؟ فيما بعد هتعرف ان الاسيتالدهايد ليكويد. والاكسجين بيكون في صوره جازز، والكربون دايوكسيد جازز، والووتر في صوت هنا ايه؟ فيبر. طيب كده عايزين نعمل لها بالانسنج، تعال نشوف. بص معايا، عايز اخلي بالك من حاجه مهمه جدا، افهمني سنه سنه. كم كربون دول؟ 2. طبعا في طريقه للبالانسنج بيبقى طويله جدا، لكن هي هنتعلم بمجرد النظر، بمجرد ما تبص على الكويشن تعرف تعمل لها بالانسنج بسهوله. ازاي؟ بص لي كده، هنا 2 كربون، طب هنا كم كربون؟ 1. طب ايه الحل؟ نخليها 2 يبقى نعمل لها تايمز 2. تمام، نيجي الهيدروجين، هنا 3 هيدروجين هنا 1 يبقى كام؟ 4. هنا كم هيدروجين؟ 2، يبقى هنا تايمز كام هنا؟ 2. ادي 2 في 2 ب 4، كده الهيدروجين اتظبط، يبقى الكربون اتظبط والهيدروجين اتظبط. نيجي الاكسجين، الاكسجين هنا 2 تايمز 2 ب 4، وهنا 2 يبقى 6، يبقى كام هنا؟ 6. انت لو بصيت هنا، هنا 1، هنا كام؟ 1. عايز تخلي هنا 6 اوكسجين، طب 1 يبقى عايزين نخلي دي كام؟ 5. طب عشان تخلي دي 5 تعمل ايه؟ اعمل تايم دي 5 اوفر 2. لما تعمل 5 اوفر 2 تايمز 2 تطلع ب 5. 5 و 1 هنا 6، ادي هم 6، 2 تايمز 2 ب 4، وادي 2 ب 6، كده ظبطت. بس احنا لو سبتها كده صح، انا مش هقول لك غلط، لكن احنا ما بنحبش فراكشن في الايكويشن. طب نعمل ايه؟ عايز اتخلص من من ال2 دي 5 اوفر 2 اتخلص، اعمل تايم للايكويشن كلها تايمز 2، اعمل تايمز 2 اضرب دي في 2، يبقى كام هنا؟ 2 ها سي اتش 3 سي اتش او ال، وهنا تايمز 2 يبقى بلس كام؟ 5 او 2.
هنا هي هيطلع 4 CO2 وهنا 4 H2O وهنا فيبر وهنا جي. ادي وزن ايكويشن تاني. دي كانت الكيميكال ايكويشن والبالانسنج. لازم تعمل بالانسنج يعني النمبر اوف اتومز ان ذا رياكتنت ايكوال نمبر اوف اتوم ان ذا ايه برودكت. الحاله الثانيه في حاجه اسمها ايونيك ايكويشن. ايه هي الايونيك ايكويشن وليه انا بعمل ايونيك ايكويشن ساعات بيطلبها؟ طيب تعالى كده بس نشوف يعني ايه ايونيك ايكويشن. يعني عايزين نكتب الايكويشن في صوره ايونز. كلمة ionic equation اللي هي is a chemical equation in which some mina or reactant and the product are written in the form of ions. يعني انت عايز تكتب الرياكتانت والبرودكت في صورة ions. طيب ازاي؟ الionic equation دي هنقسمها لتلات اقسام. اول قسم في حالة الفيزيكال ها بروسيس، في حالة فيزيكال بروسيس. يعني ايه فيزيكال بروسيس؟ في عمليات فيزيائية. يعني ايه فيزيكال بروسيس؟ لما بنعمل مثلا ديزولفينج، لما بنعمل عملية ديزولف. يعني مثلا لو انا عندي تيبل سولت في البيت، التيبل سولت في البيت السمبل بتاعه ان اس ال ده سوليد، لما تعمل له ديزولفينج ان ووتر هيحصل له ديسوشيتد يتفكك انتو مين؟ ان ايه بوزيتيف اكواس و سي ال نيجاتيف اكواس، يبقى تحول الصوديوم كلورايد لصوديوم ايون وكلورين ايون، حصل له ديسوشيشن تفكك لايونز. كده الكلام ده اتكتب في صوره ايونيك. يبقى اول صوره للايونيك ايكويشن في فيزيكال بروسيس، في حاله ديزولفينج اي سولت ديزولفد ان ووتر بيحصل له ديسوشيشن انتو مينا انتو ايون. عايز اكتب الايونيك ايكويشن في حاله مثلا كيميكال رياكشن. هناخد two chemical reactions. number one هناخد neutralization reaction. وكلمة neutralization reaction يعني reaction between acid and base. acid and base. for example لو أنا عندي sodium hydroxide، sodium mina hydroxide دي aqueous plus sulfuric acid H2SO4 دي aqueous، هيديك ايه؟ مش ده acid وده base، هيديك ايه؟ 4 salt and water. هيديني صوديوم سلفيت بلس H2O water. water طبعا الصوديوم سلفيت اكواس والووتر هنا ليكويد. طيب ركز معايا. حاجه تانية. هنا المعادله دي انت كتبتها بس بالانسد، لا لان فيها غلطه مش بالانس. طب نعملها بالانس. هنا ان ايه؟ هنا ان ايه 2، يبقى هنا تايم كام؟ 2. ادي 2 ان ايه؟ تمام. هنا SO4 ادي SO4 كده ظبطت دي. نعد ال H. هنا 2H و 2H يبقى 4، هنا H2 يبقى نحط هنا 2. هنا 2O وادي هنا ال 2O، ادي ال O دي مضروبه في ال 2 دي يبقى 2، كده حصل لها بالانس. عايز الايكويشن دي احولها لايونيك ايكويشن. طب بص مين اللي بيتحول لايونيك ايكويشن؟ الاكوس. انت حاجه بتدوبها في الميه يبقى تتحول لمين؟ لايونز. طب مين اللي ما يتحولش لايونز؟ البريسبيتيت. ما انا عايزك تخلي بالك وتفهمني كويس. لو البريسبيتيت اتحول لايونز يبقى بالتالي ها يبقى ده ديزولفد، يبقى مش بريسبيتيت من اصله. يبقى اللي يتحول لايونز الاكواس. لكن مين اللي ما يتحولش الايونز؟ البريسبيتيت اللي هو السولت اللي هو انسوليبل او اي حاجه انسوليبل ان ووتر. كمان الليكويد الووتر ما يحصلهاش ايونايزد الليكويد. كمان الجاز لما بيحصل له ايفولفد بيطلع في صوره جاز ايفولفد ده ما يحصلوش ايونايزيشن. فاهمني الكلام ده؟ الميتال السوليد برضه ما يحصلهاش ايونايزيشن. يبقى بالتالي اللي بيتحول انت عشان تتحول الايكويشن دي لايونيك ايكويشن يعني تكتبها في صوره ايونز ها مين اللي هتحول اكواس بس؟ طب تعملها ازاي؟ بهدوء ونسمع. بص هتعملها ازاي؟ ده اسمه صوديوم هيدروكسيد، تمام؟ صوديوم ايه؟ هيدروكسيد اكواس هنحولها لايونز. هنحط من اسمها صوديوم هيدروكسيد، يبقى نحط الصوديوم وحديها هنا والهيدروكسيد وحديها هنا. دي اكواس ودي اكواس. ادي صوديوم هيدروكسيد. تمام، خلي بالك معايا. هنا 2 يبقى تحط هنا 2
وهنا 2 يبقى انا قسمت ال NOH تحولت لايونز ها صوديوم وهيدروكسيد. طيب هنحط التشارج نحطها ازاي؟ في طريقه بسيطه جدا. الفالنس بتاع الصوديوم كام؟ 1. طب الفالنس بتاع الهيدروكسيد كام؟ 1. فاكر كنت بتحط هنا ايه؟ بوزيتيف 1 التشارج وهنا نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 طبعا انت لازم تعرف ده ايونز والايونز اما بوزيتيف او نيجاتيف. طيب دايما لما بتكتب اي كومباوند دايما البوزيتيف في الاول والنيجاتيف في الاخر. وكمان في حاجه ثانيه، انت عارف ان الاو اتش ده راديكال المونوفيلنت بنيجاتيف 1، مش قلت لك كل الجروبس بالنيجاتيف اكسبت امونيوم بالبوزيتيف؟ فهنا دي بنيجاتيف 1 يبقى لازم دي بوزيتيف 1. ليه بوزيتيف 1؟ لان السام اوف تشارج مجموع التشارج لازم ايكوال 0. يعني هنا 2 تايم بوزيتيف 1 بوزيتيف 2، 2 تايم نيجاتيف 1 نيجاتيف 2، يبقى السام يساوي 0. لو هما الاثنين يساوي 0 يبقى كده انت ماشي صح. طيب نيجي للتاني، دي سلفوريك اسيد. الاسيد لما نيجي نحوله الايونز نحوله ازاي؟ هيدروجين في حته والراديكال في حته ثانيه. الهيدروجين هنا ايه؟ هيدروجين ادي هيدروجين اكوس، وهنا السلفيت ادي السلفيت اكوس. تمام، بس هنا H2 اكتبها ازاي؟ 2H وادي السلفيت. طيب نكتب التشارج ازاي؟ طبعا الفالنس بتاع الهيدروجين مونوفيلنت، طب والسلفيت دايفيلنت، بس انت واخد السلفيت كلها بايه؟ بنيجاتيف 2، يبقى دي بكام هنا؟ بوزيتيف 1. طب واحد يقول لي طب السام اوف تشارج مش ايكوال 0، قلت له لا ايكوال 0. ليه ايكوال 0؟ 2 تايم بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 وهنا نيجاتيف 2 يبقى ايكوال 0، يبقى انا كده صح. لو ما تساوي لو السام اوف تشارج بتاعت الكومباوند ما تساويش 0 يبقى انت في غلط عندك. تمام كمل. ها قول تاني، صوديوم سلفيت نكتبها ازاي؟ صوديوم ها صوديوم بحط ايه؟ ان ايه. تمام اكوس، سلفيت اس او 4 اكوس. تمام هنا ان اي 2 يبقى احط كام؟ 2 ما يتحول لايونز. طبعا هنا التشارج هنا 1 والتشارج هنا سوري الفالنس هنا 1 والفالنس هنا 2، بس دي نيجاتيف 2 ده بوزيتيف 1. تمام السام اوف التشارج هنا ايكوال 0، جت ازاي؟ 2 تايم بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 وهنا نيجاتيف 2 يبقى السام ايكوال 0. الووتر نحولها لايونز، قلت له لا. ليه؟ لانها ليكويد. اللي يتحول لايونز حاجه واحده بس، عارف ايه هي؟ الاكواس. فالووتر تسيبها زي ايه؟ ما هي ليكويد. بعد كده تعمل ايه؟ تعمل كانسلنج، تشطب. بص كده تكنسل ازاي؟ 2 ان اي بوزيتيف 1 تتشطب مع مين؟ 2 ان اي بوزيتيف 1 هنا. شطبت ليه؟ فاكر لما بتاخد في الماء في الماث ها ان مثلا لو انا عندي مثلا اكس بلس بلس واي هيساوي اكس بلس زد كده مثلا، فدي تروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف فتشطب دي مع دي، نفس الفكره ايكويشن. ف2 ان اي بوزيتيف 1 لما تروح الناحيه الثانيه تبقى بالنيجاتيف فيتشطبوا مع 2 ان اي بوزيتيف 1، فنعمل كانسلنج للايونز ان بوث سايدز، فده هيتشطب مع دي. طب ايه ثاني؟ ايه ثاني؟ بص الاس او 4 دي تشطب مع الاس او 4 دي، ايه اللي يتبقى؟ ده بص كده 2 او اتش نيجاتيف 1 اكوس بلس 2 اتش بوزيتيف اكوس، هيديك هنا مين؟ اتش 2 او، ده عباره عن مين؟ ليكويد. دي الايونيك ايكويشن. السؤال هنا ليه انت بتعمل كده؟ عايز اقول لك حاجه، هدف الايونيك ايكويشن تقدر تعرف التغير اللي حصل في الايكويشن. ليه انا بكتب ايونيك ايكويشن؟ عشان اقدر اعرف ايه اللي حصل في الايكويشن. يعني لما خدت اسيد مع بيس اطلع سولت ووتر، ايه التغير اللي حصل في الايكويشن؟ عارف التغير اللي حصل في الايكويشن ايه هو؟ ها ان الهيدروجين اين اوف اسيد كومباين ويز او اتش اوف بيس تو فورم ووتر، ده التغير الوحيد اللي حصل في الايكويشن ده. طب ما الصوديوم اين والسلفيت اين حصل لهم حاجه؟ قال لي لا، لانهم زي ما دخلوا ها زي ما طلعوا. سؤال، فاكر زمان ايه تعريف النيوتراليزيشن رياكشن؟ زمان كان بيقولوا لي ان النيوتراليزيشن رياكشن هو رياكشن اسيد ويز بيس، اسيد رياكت ويز بيس تو فورم سولت ووتر. صح صح، بس في واحد ادق ديفينيشن. عارف ايه ادق ديفينيشن؟ عارف ايه ادق ديفينيشن؟ ان تعريف النيوتراليزيشن رياكشن عارف ايه هو؟ ما تقولش اسيد بلس بيس، هتقول ايه؟ هيدروجين اين بريديوس فروم اسيد ها كومباين ويز او اتش بريديوس فروم بيس to form water. اساس النيوتراليزيشن رياكشن
ان الهيدروجين ايون which produced from ionized acid combined with OH which produced from mean ionized base to form water. دي كانت ionic equation. Another equation. في ionic equation ناخدها على حاجة اسمها precipitation, precipitation reaction. كيف اكتب ionic equation precipitation؟ نفس الفكرة. طب تعال ناخدها ونشوف ال precipitation reaction. ناخد equation تاني. في حاجة اسمها ايه؟ بص اللي كمان في حاجة اسمها بوتاسيوم، حاجة اسمها بوتاسيوم ايه؟ كروميت. خدت انت في البارت 1 في الجزء ده ايه هو الكروميت؟ يلا بوتاسيوم كروميت رمز ايه؟ بوتاسيوم. بوتاسيوم رمز ايه؟ كي. كي كي. كي هنا الكي ده بوتاسيوم. طب كروميت سي ار او 4. كي سي ار او 4. البوتاسيوم مونوفيلنت والكروميت دايفيلنت، يبقى ده كده ده اقوس. حاجه ثانيه بلس سيلفر نيتريت. سيلفر ها سيلفر ادي اي جي نيتريت ها ان او 3 الفالنس بتاع السيلفر مونوفيلنت والنيتريت مونوفيلنت فدي اقوس. تمام هيديك ايه؟ هيديني بوتاسيوم نيتريت. بوتاسيوم مين نيتريت ادي بوتاسيوم نيتريت ها الكي خد النيتريت وهيديك سيلفر كروميت. سيلفر سيلفر كروميت ادي السيلفر كروميت السيلفر مونوفيلنت والكروميت دايفيلنت بس ده سوليد ده بريسبيتيت ده بريسبيتيت والكالر اوف بريسبيتيت ده بيكون لونه ريد كالر. السيلفر كروميت لونه ايه؟ ريد كالر. طيب عايز اكتب ده في صوره ايونيك ايكويشن بسيطه جدا. بص كده معايا تعالى نكتب طبعا مين يتكتب في صوره ايونز؟ الاقوس. تمام بوتاسيوم كروميت نكتبها ازاي؟ نكتب بوتاسيوم في حته والكروميت في حته ثانيه. يا بوتاسيوم ها كي بوتاسيوم كروميت سي ار او 4 هنا اقوس وهنا اقوس. تمام نيجي نحط التشارج البوتاسيوم مونوفيلنت والكروميت دايفيلنت. البوتاسيوم انا بص في 1 هنا كروميت ايه؟ نيجاتيف 2 بس هنا كي 2 يبقى احط هنا كام؟ 2. لازم التوتال تشارج ايكوال 0. 2 تايم بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 وهنا نيجاتيف 2 يطلع بكام هنا؟ بزيرو. حاجه ثانيه اكتب سيلفر نيتريت. يلا نكتب ها اقوس يبقى تتحول لايونز ها اي جي ادي سيلفر نيتريت ان او 3 ها دي اقوس ودي اقوس. تمام ادي سيلفر وادي نيتريت. تمام دي مونوفيلنت ودي مونوفيلنت مش كده صح؟ دي بوزيتيف 1 دي نيجاتيف 1 التوتال تشارج هنا ايكوال كام هنا؟ زيرو ايكوال زيرو. اه بوزيتيف 1 ونيجاتيف 1 بيكوال زيرو يبقى كده انا ماشي صح. تمام بوتاسيوم نيتريت بوتاسيوم ادي بوتاسيوم اقوس بلس نيتريت ان او 3 اقوس ده مونوفيلنت وده مونوفيلنت ده بوزيتيف وده نيجاتيف والتوتال تشارج هنا ايكوال زيرو بوزيتيف 1 ونيجاتيف 1 ايكوال زيرو. طيب نيجي لده هل السيلفر كروميت نحولها لايونز؟ قلت له لا نسيبها زي ما هي. ليه؟ انها بريسبيتيت وبدل ما هي بريسبيتيت يبقى نوت ايونايزد يعني ما تتحولش لايونز. ما لو اتحولت لايونز ها لو اتحولت لايونز يبقى بالتالي ديزولفت يبقى عمرها ما هتكون بريسبيتيت فتسيبها زي ما هي اي جي 2 سي ار او 4 ده بريسبيتيت ده سوليد اه بالطريقه دي سوليد. تمام تعال نعمل كانسلنج ها امبوس امبوس ايه سايدز اوف ايكويشنز يعني رياكت اند برودكت مش دي 2 كي 1 بس هنا في غلطه. ايه الغلطه؟ ان احنا ما عملناش بالانس للايكويشن. طبعا هنا كي 2 يبقى احط هنا كام؟ 2 صح كده؟ طبعا هنا اي جي 2 يبقى احط هنا كام؟ 2 اي جي 2 2 نيتريت 2 ادي 2 نيتريت صح؟ كده حصل لها بالانسنج فنحط هنا كام 2 ها وهنا نحط كام 2 وهنا نحط 2 كده وهنا نحط كام هنا 2 نيتريت. تعال نعمل كانسلنج طبعا حضرتك 2 كي بوزيتيف تشطب مع 2 كي بوزيتيف ادي 2 ان او 3 نيجاتيف تشطب مع 2 ان ايه 3 نيجاتيف اتبقى عندك ايه؟ بص كده سي ار او 4 نيجاتيف 2 اقوس بلس 2 اي جي بوزيتيف اقوس. تمام هيديك ايه؟ هيديك اي جي 2 سي ار او 4 ده سوليد هدي الايونيك ايكويشن. عايز افهم انت ليه بتكتب الايونيك ايكويشن؟ يعني هو عايز يوصلك ده التغير اللي حصل في الايكويشن دي.
ده التغير. وظيفه انت بتكتب اينك اكويشن بتعرف التغير اللي حصل في الاكويشن، ان الكروميت اين كومباين والسيلفر اين اداك سيلفر كروميت بريسبيتيت. طب والباقي الاكويشن البوتاسيوم والنيتريت ما حصلش فيهم حاجه، زي ما دخلوا زي ما طلعوا في الاكويشن. فهمتني؟ دي ايونيكا اكويشن. طيب ايه تاني انت عايز تقوله؟ في عندك اكزامبلز كتير ومكتوبه عندك تاني. طيب عايزين ناخد حاجه تانية، ناخد اكزامبل تاني وبعد كده نشوف حاجه تاني. بس قبل ما اخد اكزامبل، الايونيك اكويشن للنيوترلايزيشن رياكشن عارف ايه هو؟ دايما اي نيوترلايزيشن رياكشن اسيد مع بيس، ايه الايونيك اكويشن بتاعته؟ ان الهيدروجين اوف اسيد اتش بوزيتيف كومباين ويز او اتش اوف بيس تو فورم ووتر. دايما ده الايونيك اكويشن بتاع النيوترلايزيشن رياكشن. طيب لو انا خدت مثلا اكزامبل على الايونيك اكويشن تاني، يعني مثلا خدت ده، يعني مثلا خدت ايه؟ قال لك مثلا اير، ادي اير سوليد طبعا الاير رياكت ويز مينا كبر سلفيت، ادي كبر سلفيت ده اكواس كبر سلفيت كبر داي سلفيت، هيديك هنا اير داي سلفيت بلس هنا كبر، دي اكواس ودي سوليد. عايزين نكتب ايونيك اكويشن، نكتبها ازاي؟ اير ده ميتال، طبعا الميتال اللي تشارج بتاعته بزيرو ينزل زي ما هو ما تحولش الايونز، ده سوليد تمام. كبر سلفيت اكواس دي هنحولها الايونز، ما هي بتحول الايونز الاكواس، يبقى هنا كام؟ سي يو اكواس كبر سلفيت، نحط السلفيت في حته ثانيه اكواس، ادي كبر سلفيت. الفالنس اوف كبر دايفيلنت والسلفيت دايفيلنت ده بنيجاتيف 2، يبقى لازم ده بكام هنا؟ بوزيتيف 2، عشان السم اوف تشارج ايكوال كام؟ زيرو، لان ده كومباوند، واي كومباوند بيكون نيوترال، فلازم مجموع التشارج اللي عليه ايكوال زيرو. طيب حاجه ثانيه، ده ايرون داي سلفيت، ادي ايرون اكواس كونفيرت انتو ايونز، دي اي اف اي اكواس سلفيت اس او 4 اكواس، دي هنا دايفيلنت وهنا دايفيلنت، دي بوزيتيف دي ايه؟ نيجاتيف، فدي هنا بوزيتيف ودي نيجاتيف. ليه؟ لان دايفيلنت اللي تشارج هنا ايكوال زيرو، والكبر هنا تنزل زي ما هيش ده سوليد. ما انت لازم تفهم اللي بيتحول لايونز مين؟ واحد ما فيش غيره الاكواس. طب الليكويد زي الووتر يفضل زي ما هو، البريسبيتيت زي ما هو، الجاز زي ما هو، الميتال زي ما هو عشان سوليد. تعال نعمل كانسلنج ها لان بوث سايدز ان ذا كيميكال ايكويشن. طبعا ادي السي يو، طبعا هنا اس او 4 هتشطب مع الاس او 4، اوعى حد يقول لي اشطب دي مع دي، لا دي ايونز لكن دي ميتال شارج بزيرو. هو حد يقول له اشطب دي مع دي، قلت له لا دي حاجه ودي حاجه، دي ميتال اللي تشارج ايكوال زيرو لكن دي ايونز، فيبقى الايونيك اكويشن ايرون سوليد كده هيديك زي بلس هنا مينا بلس سي يو بوزيتيف 2 اكواس، هيديك هنا مينا اف اي بوزيتيف 2 اكواس بلس سي يو زيرو هنا سوليد، ودي الايونيك اكويشن. هدف الايونيك اكويشن ايه؟ حاجه واحده، يعرفك اللي تشينج هو اتش هابنز ان كيميكال رياكشن، التغير اللي حصل في الكيميكال رياكشن. ليه؟ لان ممكن تعمل كيميكال رياكشن اللي يدخلها زي اللي يطلع، مفيش حاجه حصلت له، لكن الايونيك اكويشن بتعرف ايه اللي حصل في الكيميكال رياكشن. اخر حاجه في الجزء ده ايه؟ دي معلومه لازم تخلي بالك منها، ازاي بنحط سوليد واكواس والكلام ده؟ في اول معلومه، اي حاجه فيها اي صوت فيها ايه؟ بص لي كده معايا عشان الجزء ده مهم جدا. بص لي، اي حاجه فيها صوديوم، اي حاجه فيها ايه؟ صوديوم ايون، اي حاجه فيها بوتاسيوم ايون، اي حاجه فيها امونيوم ايون، ده ديزولفد ان ووتر. يعني اي صوت تكتب فيه صوديوم او بوتاسيوم او امونيوم ديزولفد ان ايه؟ ووتر. دي نمبر 1. نمبر 2، اي نيتريت، اي حاجه فيها الراديكال نيتريت، اي سولت فيه نيتريت ها ديزولفد ان ووتر. اول نيتريت سولت ديزولفد ان ووتر، اي حاجه مكتوب فيها نيتريت ديزولفد ان ووتر اكواس يعني. طيب حاجه ثانيه، 3، اي حاجه فيها كلورايد، اي حاجه فيها سي ال ديزولفد ان ووتر اكسبت السيلفر والليد والميركري والكبر مونوفيلنت.
سيلفر ولاتا وميركري وفي كوبر مونوفيلا، لكن كل الكلورايد اي حاجه فيها كلورايد بتدوب في الميه ما عدا السيلفر والريد والميركري اساسيين. رقم اربعه، اي حاجه سلفيت، اي حاجه ايه؟ سلفيت يعني اي حاجه فيها اس او 4 نيجاتيف 2 ديزولفد ان ووتر، اي حاجه سلفيت ديزولفد ان ووتر اكسبت مين؟ اكسبت ها السيلفر ها والكالسيوم والليد ها والكالسيوم والباريوم. يعني مثلا انا ايه؟ يعني اي حاجه فيها سلفيت ديزولف في الميه ما عدا مين؟ ما عدا السيلفر ها سلفيت، زي كالسيوم سلفيت، باريوم سلفيت، ليد سلفيت، دول انسوليبل ان ووتر. ها؟ حاجه ثانيه، اي حاجه فيها فوسفيت، اي حاجه فيها فوسفيت. بص كلهم 1 و2 و3 و4 كان كلهم يدوبوا في الميه وفي حاجات ليها اكسبشن. اكسبت. تاني 1 و2 و3 و4 دول كلهم يدوبوا في الووتر، النيتريت كلها يدوبوا في الووتر، الكلورايد كلهم يدوبوا في الووتر ما عدا شويه حاجات تحفظهم، الفوسفيت كلهم يدوبوا في الووتر ما عدا شويه حاجات تحفظهم، لكن الفوسفيت الفوسفيت ما يدوبوش في الميه. اي حاجه فوسفيت ما يدوبوش في الميه ما عدا ثلاثه يدوبوا في الميه اللي هم دول صوديوم فوسفيت، بوتاسيوم فوسفيت، امونيوم فوسفيت. اي حاجه فوسفيت انسوليبل ان ووتر ما تدوبش. اي حاجه فوسفيت بريسبيتات كويس ما عدا ثلاثه ديزولفد ان ووتر، ها صوديوم فوسفيت، بوتاسيوم فوسفيت، امونيوم فوسفيت. حاجه ثانيه الكربونيت، الكربونيت نفس الفكره، فاكر الفوسفيت؟ ايه الفوسفيت؟ الفوسفيت ما تدوبش في الميه ما عدا ثلاثه. الكربونيت نفس الحكايه، كل الكربونيت ما تدوبش في الميه انسوليبل ان ووتر ما عدا ثلاثة يدوبوا في المية، مين هم؟ الصوديوم ها والبوتاسيوم والأمونيوم، صوديوم بوتاسيوم ومين؟ وأمونيوم. نقول من الأول ها، رقم واحد أي حاجة فيها صوديوم، أي حاجة فيها بوتاسيوم، أي حاجة فيها أمونيوم ديزولفد إن ووتر، أي حاجة فيها نيتريت ديزولفد إن ووتر، أي حاجة فيها كلورايد وصلفيت تدوب في المية ما عدا إكسبشن بتحفظها، في شوية إكسبشن. اي حاجه فوسفيت وكربونات، اي حاجه فوسفيت وكربونات دي انسوليبل ان ووتر ما عدا ثلاثه بيدوبوا في الووتر، ها الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم فوسفيت، او الصوديوم والبوتاسيوم امونيوم كربونات ويتش ار سوليبل ان ووتر. في حاجات ثانيه تاخدها في ثالثه ثانوي، الهيدروكسايد هنعرفها، البيكربونات، ولازم تفهم ان البيكربونات كلها ديزولفد ان ووتر، هي مش مكتوبه هنا لكن البيكربونات كلها ديزولفد ايه؟ ان ووتر. ده الجزء الاخير من الكيميكال ايكويشن. شكرا.